بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ببسم الله. أول ظهور ليا أنا مع ملك المطبخ شيف محمود سعد أبو حبيبة. مساء يا هبة يا أواصيري يا جميلة، منورة طبعاً هبة الأواصيري يا جماعة، مميزة ونورتي المطبخ الجديد، كله جديد في جديد. مش قادرة أقول لك بقى، وإحنا بنجدد الديكور بتاع أيوة. المطبخ، فكنت أنت لسه ما خلصناهوش أيوة. أول أسبوع، يا نهار أبيض على الرسايل وعلى الناس اللي سألت عليك وبقى في تهديدات بتجيلنا. الحقيقة وصلني، أنا بسلم على هبة الأباصيري اللي منورة دايماً ومتألقة، وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا في فقرة المطبخ. وبما إن هبة الأباصيري قالت للصيف دخل وعايزة آكل آيس كريم حلو، النهاردة أنا عامل كده. ما قلتيش انا يا ابني، انت قلتي مستكه. والله هي طلبت مستكه، بس انا عامل النهارده جبت فراوله وتوت، وعامل ايس كريم بالتوت والفراوله بمكونات بسيطه. ومهم جدا نعرف المقادير المظبوطه عشان يطلع معانا الايس كريم حلو. يلا بينا. تعذريني ان انا ما عملتش مستكه. لا لا انا طبعا انا بهزر معاك. اولا انا عاوز اقول حاجه، مفترض ان احنا بقى نبدا ايه بيسموها ايه بلغه القتال، الايه اسمها ايه، نقتحم. لا مش نقتحم، نشتبك في المطبخ مع شيف محمود سعد كمذيعات في البرنامج. فانا هحاول اشتبك في المطبخ قد ما اقدر. انت تعملي اللي انت عايزاه. الله يخليك يا رب. وكمان هنعمل النهارده طاجن مكرونه بالفراخ، ومعمول بطريقه برضو حلوه وجديده ومميزه. مكرونه بالفراخ، اه اوكي، دي حلوه دي برضو. ايوه في حركات حلوه ولذيذه وسهله. يلا بينا نقول مقادير المكرونه. اولنا المكرونه، اولنا المكرونه حلي الاول. اتفضل. بجد ماشي. هنقول المقادير بتاعه المكرونه. انا جايب المكرونه المرمريه الصغيره ومحمرها، وكمان بحتاج صدور فراخ مع بصلتين كده متقطعين شرايح، مع فصين ثوم، ومعلقه زيت او سمنه، وملح وفلفل وجوز الطيب، مع يعني كوبايه لبن وكوبايه كريمه، وحوالي وحدتين بيض، اتنين بس. اه والتركيبه النهارده هي مش بشاميل مال ولا مبكبكه، بس هي في الاخر تفاصيل بسيطه. يلا بينا نبدا. ايوه يلا. طاسه هنا شغاله، ونعمل اول حاجه ناخد معلقتين من الزيت، الناحيه دي بتاعت الزيت اهي، زيت او سمنه. انا عايزه اشتبك. ايوه ما انت هتشتبكي دلوقتي، هتشتبكي والموضوع ايه، الموضوع كبير. ايه سوري شغال على الخلاط. ايوه بس انا بحط هنا البصل مع الفراخ، الاول الفراخ مع شرايح البصل كده والفلفل. حلو حلو. يبقى احنا الثلاث حاجات مع بعض، البصل مع الفراخ مع الفلفل، وبعدين بحط لمسه من الكزبره الناشفه، وكمان لمسه صغيره من جوزة الطيب، وهنا الثلاثيه الحلوه الجميله دي، رشه من الكمون ورشه ملح. خلي كده نقلل الملح، ورشه كمان من الفلفل الاسود. حلو ونقلب الحلويات دي. وعايز اقول لكم تفصيله مهمه جدا في الوصفه الجميله دي، احنا مش عاملينها بالبشاميل، بس في الاخر في المكرونه الجميله دي انت محمرها، حمرناها ممكن تتحمص من غير زيت، خلوا بالكم. يعني لو عايزين نقلل من نسبه الدهون، زي ما كنا بنحمص البن في بيتنا زمان، حبوب البن. انت كنت بتعملي كده زمان؟ مامتي الله يرحمها. يعني طاسة مثلا من اللي هي ما بيلزقش فيها الحاجة. أيوة. مش هقول أسماء، وتتحمر من غير دهون. يعني هبة استني بس استني. نعم. انت كنت بتجيبه بن أخضر؟ كانت بتجيب البن من بتاع البن حبوب. أيوة. وتحمصه عشان توصل للدرجة للون اللي هي بتحبه، احنا بن غامق مثلا، الدرجة اللي هي عايزاها كانت بتحددها. وبعدين تحط عليه الخلطة، الحبهان، مش عارفة القرنفل، مش عارفه ايه الحاجات دي، اسرار العيله. مش عارفه ايه، انت هتقولي طبعا. المقادير تدفع كام؟ هدفع اللي انت عايزاه، بس انت قولي لنا بس ايه، ما تقوليش نسب. وبعدين تاخدها بقى تطحنها في المطحنه، اما في البيت كان في مطحنه صغيره كده كبه، يعني مش كبه، هي اصغر من الكبه، كانت لطحن التوابل. موجوده في كل بيت. حلو. او تاخدها عند بتاع البن يطحنها لها بخلطتها بلونها. الريحه في البيت كانت ريحه جمال وخير. وفي المطحنه اليدوي، ما يعني ممكن اكيد. طب احنا كده بن وقرنفل وحبهان في مستكه، فص مستكه، وفص مستكه في زر ورد احيانا، في جوز الطيب، مش هقول لك، والنبي يلا عشان بس الناس لازم جوز الطيب في لازم جوز الطيب. بصوا انتوا يعني انتوا خدتوا الوصفه السحريه بتاعت بيت الأباصيري في صناعه البن الأباصيري المنزلي. أيوه. فيعني طبعا يعني الله يرحمها طبعا، ويعني انا عايز اقول لك صاحبه الوصفه، هي صاحبه الوصفه طبعا. وعايز اقول لك ان انا يعني انا هروح اجيب بن اخضر،
مش شرط يكون اخضر، ممكن يكون متحمص بس متحمص لا فاتح. انا هحدد الدرجه، انا عجبني تحديد الدرجه. طيب. وعندي طاسه صغيره كده قديمه شويه، وهوطي النار وهبدا اعمل الموضوع، عندي مطحنه يدوي. وهبدا اعمل القصه دي واقول لكم الوصفه بتاعت هبه الاباصيري بتاعت مامتها الله يرحمها حلوه ولا لا. وانتوا كمان اللي بيحبوا البن ومزاجهم في فنجان قهوه حلو، لو عملوا الموضوع ده في البيت هيبقى حلو قوي، هينبسطوا بيه زي اللي بيحب يعمل القهوه بايده لنفسه، زي اللي بيحب يعملها على السبرتايه، هي جزء من مزاج القهوه. تحياتي يا هبه بجد للوصفه الجميله، ويعني ونرجع بقى لوصفتنا الحلوه اللي احنا عاملينها. اديني اشتبكت اهو في القهوه قوي 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 قوي. لا انا عاجبني قوي الوصفه الحلوه دي يا هبه بجد. تسلم عيونك يا رب. وبتعمليها انت ولا بطلتي؟ ما تحرجنيش بقى، بس هعملها، هرجع اعملها. طب اتمنى لو عملتيها تجيب لنا فنجان ونشوف الجمال ده ونشرب فنجانين قهوه هنا في المطبخ مع بعض. من عندي قبل العندي. طيب يبقى تسلم عينيك. يبقى الوصفه الاولى بقى بتاعتنا النهارده هي وصفه المكرونه. المكرونه احنا حمصناها، وبعدين الفراخ حطينا بصل وفلفل وفراخ ماشي اباصيري، مع رشه فلفل اسود ورشه ملح ورشه من الكمون وكمان رشه كزبره ناشفه ورشه من جوزه الطيب. واول ما الحركات الحلوه دي تبدا تطلع يكون عندنا فصين من الثوم يبداوا يحيوا الروائح الحلوه تاني، وبعدين الروائح الحلوه ابتدت تطلع، وتاكدنا ان الفراخ استوت شويه مش بسوى كامل، ولكن ما تاخدش وقت لانها متقطعه كمان والصدور. ايوه فالوقت السوى بتاعها اقل. انت عارفه انا بحب اعمل ايه؟ هنا معلقه من الديميجلاس البودره احطها هنا كده على جنب، وبعدين اخد شويه من المرقه على الديميجلاس البودره ده، وابدا انزل كده زي ما احنا شايفين، واسيب الكلام ده ينسجم دقيقة كده ولا دقيقتين مع بعض. وأول ما الروائح الحلوة تبدأ تطلع ناخد شوية المكرونة المتحمصين وننزل بيهم على الفراخ بالتوابل الحلوة مع المرقة ومعلقة الدميجلاس. كويس؟ وبعدين ندي تقليبة. عايز احط رشه صغيره من الكمون. مش هنحتاج نزود اي ماده سائله مثلا ميه او كده شويه؟ هنحط. برافو عليك. احساسها المطبخي بيقول لها يعني سابق الاحداث دي. احساسها المطبخي سابق الاحداث. الله يسامحك. هبه عندها ذوق حلو في الاكل طبعا. كل المذيعات وكل الستات المصريات طبعا عندهم ذوق حلو في الاكل، بس هبه الاباصيري ايه؟ يعني مش عارف، انا موضوع حبها بالفيزيخ والرنجه ده والسردين مش عارف الموضوع لايق عليا. كل ما نيجي نتكلم خالص لايق على شكلي. كلميني عن السوشي، كلميني عن السلمون. لا ما بص، انا ياما اتقالت لي انت شكلك ما بيخشش مطبخ، انت شكلك قاعده عند الكوافير. لا 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 لا، انت شكلك بتعملي ده اخرج بس يوم ما تعملي حاجه. ده تخوف، ده موضوع والله العظيم هيبقى الاباصيري تخوف في المطبخ. ومرابطه عارفين بتاعتك المتزوجون حصل هنكر حصل بس اثبت. وتدخل على المطبخ وتسيب بقى جرايم في الحوض ويوم هيل ولا يوم واثار الجرايم. بصوا بعد ما قلبناها التقليبه الحلوه دي، ناخد بقى الخليط الجميل ده نزوده كمان شويه المرقه الحلوه. ايوه كده، ونتاكد ان هي شربت كويس جدا، وممكن نزود كمان شويه من الميه اهو كده، ونروح على الصينيه او البايركس او الفخاره بتاعتنا، وننزل واحده واحده بالخليط الجميل اللي احنا شايفينه ده. ويبقى المكرونه المرحله الاولى هي ان احنا عملنا الفراخ بالتوابل، بالبصل، بالفلفل، بالديميجلاس، بالحركات الجميله عشان الصوص الحلو. وبعدين عايز اقول لكم حاجه بقى، هنا في كاتل. ايوه ناخد شويه ميه كمان عشان المكرونه ما تبقاش ناشفه، ننزل بشويه ميه حلوين كده. ايوه اول ما توصل لحد المستوى بتاع اول مكرونه يا هبه تبقى هي كده ابتدت تستوي. طيب البيض والكريمه واللبن والحاجات دي بتروح فين؟ مهم جدا ان احنا ناخد البايركس ده وندخل بيه على الفرن اهو، وبعدين ايوه كده يا جماعه بيقولوا لي يعني بيقولوا لي المفروض هبه انت تطبخي كلها بنفسك. انا عايزه اقول حاجه يعني بصراحه، يعني بمنتهى الصراحه، انا هطبخ في البيت وهطبخ في الشغل، ده ينفع؟ ده كلام؟
هينفع لما بس يعني مودي مش النهارده طبيخ، يمكن مودي النهارده كمان هناكل فول مطبوخ في البيت، والفول المطبوخ ده جايبينه مدمس من من بره، فيا دوبك هحط عليه شويه الخضره يا دوبك يا دوبك يا دوب. ايوه يعني 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 كده تعبتي. هطبخ هعمل انا هعمل ايس كريم. اوكي طب تعالي بصي يا هبه، بصي هنا في نقطه مهمه جدا عايز اقولها لك. الاول حاجه اول حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. انا دخلت المطبخ سني كام سنه؟ كام؟ 12 سنه كنت بعمل كل انواع الاكل المصري، محشي وحمام ورز معمر. 12 سنه كنت زهقتي يعني خلاص، زهقتي الاكلات خلاص، زهقتي يعني من 7 سنين. حبيتكم صدقوا، حبيتكم قوي. اتفضل انا هطبخ اهو. بصي انا بحط، بصي بقى يا هبه، انا بحط هنا شويه كريمه. ده الايس كريم؟ لا ده لسه احنا في المكرونه. ده المكرونه بالحركات. طيب مع شويه من الحليب. ايوه مع بالطين. كويس؟ اوكي. وبعد ما نعمل الحركه الجميله دي تعالي بقى، إيه؟ بقى تبلي، خدي تبلي بقى يا هبه. تبلي. طب انا لو ما طبختش وادي المضرب دي فيها خصم، وتبداي تسقسقي بقى. انت لا انت هتطبخي عشان الاكل يطلع حلو. لا عشان نفسك في المطبخ النهارده في مكافات. مش عارفه بقى اعمل ايه. شلبي هجيب لك. اعمل بالاثنين بعد ما تضربي دي. تبليها تتبيله حلوه وابداي سقسقي بقى الصينيه الحلوه. ما تقولش سقسقي. ليه؟ شربيها. شقشقي ولا شقشقي؟ صفري. ماشي. حاجه ماشي. وبعدين بس اهم حاجه التوابل. وبعدين تبداي دي دخلت الفرن الصينيه دي بعد ما شربناها المرقه. الصينيه دي بعد ما شربناها المرقه دخلناها الفرن لمده 15 دقيقه. مجرد ان هي استوت بنطلعها ونبدا نحط عليها خليط الكريمه بالبيض مع اللبن مع رشة غصة الطيب. هبة هتعمل ده على الوش دلوقتي، ترجع تدخلها الفرن تاني ويلا بينا نشوف الشطارة. ممكن استأذنك بس في منديل؟ منديل؟ بعد إذنك. ماشي. أنا عندي بقى عيب قاتل وأنا في المطبخ. عارفين كل مساعد. كل ما أمسك حاجة أغسل إيدي بالصابون وأرجع أكمل. كل ما ألمس حاجة. في مساعد الدكتور. يعني أنا هبدأ دلوقتي إيه أنشف يعني قطن قطن. مجهود، في مجهود. أهو. لا والله يمكن ده اوسي دي بقى مش عارفه ولا أيوة ايه. أيوة انا خلاص تعيب عليك بقى، لسه هنحط الاول. ايوه حطي. ايوه فين معلقه صغيره؟ معلقه بالبركه. بالبركه. ايوه بالبركه. ايوه برافو عليك. بسم الله. لمسه. ايوه لمسه ملح. يا سلام. ملح قليل واللي عاوز يزود، لان الملح القليل ممكن نعالجه. شفت لكن الملح الكتير ملوش علاج غير بصعوبه بالغه. ايوه ما بنزود في مقادير ثانيه ولا نحط بطاطسايه ولا مش عارفه ايه. قلل الملح وعلى السفره بقى زود براحتك. ورشه جوز الطيب حلوه كمان. برافو يا هبه. الاكله دي هتنيم الواحد بعد ما ياكل، يحس ان هو يعني خمسه بتوع نابليون دول. مهدئ طبيعي جوز الطيب دي. ايوه بس ما تحطوهاش كتير يعني. خدي بقى سقسقي دي، اديني دي، سلم واستلم. اوكي برافو عليكي. قعدنا دي في الفرن قد ايه؟ وعندي بقى مشكله ما بعرفش البس جوانتي وانا بشتغل في المطبخ. يعني ما اعرفش. ما بتعرفيش تلبسي جوانتي في المطبخ؟ لا في لازم أحس ناس كده. عادي حاجة. عادي يعني في الاخر ما دام بتطبخي لنفسك. هو احنا لسه هن لحظه واحده ما دام تكتب لي ايه يا دكتور على الموضوع ده. هنقعد ما هو كده بالبركه. ايوه ايوه اهو التشرب. ايوه امسك دي كده. ولعت في الكم. الكم نازل في الاكل. ولع في الكم زي ما الحب ولع في الدوره. الله عليك يا هبه. الله عليك. انت حطيتيهم كلهم في النص. برافو عليك. ماشي عيب عليك. انا مشربه الموضوع. غير بقى ان انت عشان تتاكد ان السائل دخل في كل حته تعمل ايه؟ سكينه. أيوة. بقى سكينه سكينه بسرعه. فين فين الدكاتره؟ فين الدكاتره؟ فين التمريض؟ اهي خلي بالك المطبخ لسه جديد. اها تعمل ايه يعني سكينه؟ ارفع. بنعمل كده كده بتشقشق كده. ايوه عشان تضمني ما علمش الاجيال الحاجات الحلوه دخلت جوه. وبعدين كده السائل يعني يتشرب وينتشر في الطاجن كله. حلو. أوكي. وبعد ما عملنا كده بندخل الطاجن ده الفرن لمده من 7 دقائق ل10 دقائق. تعالي سمي الله. ديكوا خرجتوني عن وقاري. تعالي سخن. نعم. ولا ايه؟ هاتي. لا انا سبته. انت عايزه تحت على مهلك خالص. ايوه امسك الكم. الكم أوه. الكم ياد الكم اللي هاتي الصينيه اهو خلاص. ده الكوى. الكم ده الكوى من الفرن. كم بدا يلا بضاعه اتلفها المطبخ. يلا بصي يا بصيري بقى. تعالي بقى بصي الحلاوه. والصينيه دي بعد ما دخلت الفرن قعدت من 7 دقائق ل10 دقائق. الله طلعت عليك. بالشكل الجميل ده. الله. تعالوا اقول لكم بعد ما طلعت الصينيه الحلوه منوره، عايز اقول لكم ان كل معلقه بالكريمه مع الفراخ والبصل مع الحركات الحلوه يا جماعه. خلوني اشكر المخرج الجميل وصفتي الجميل المصور اللي دايما بيجوعنا وبيجيب التفاصيل الصغيره الحلوه في الدرج الاولاني. ايوه يا سلام يا سلام. بصوا تحس ان في لوحه بجد لونها حلو قوي. المكرونه دي اتمنى تجربوا الوصفه الجميله دي. تعالوا اقول لكم حاجه حلوه قوي. ايس كريم.
ايس كريم يعني كريمه، يعني ايس كريم في ديسمبر، ايس كريم يعني طعم الكريمه، يعني ايس كريم في جليم، يعني يعني احلى فيلم، بحب الفيلم ده قوي. الايس كريم يا جماعه مكوناته سهله وبسيطه وليه مقادير، يعني مش اي حد يجي يقول لكم تعالوا يلا نعمل ايس كريم، في الاخر انا مش عايز اكل حاجه متلجه من غير طعم الايس كريم الحقيقي. مقاديره بسيطه جدا، نقدر نعمل توت بما ان موسم التوت شغال وعيد الربيع، نقدر نعمل فراوله بما ان أيوة. الفراوله ماليه الاسواق، نقدر نعمل ايس كريم بالموز، باي نوع من انواع الفاكهه. أيوة. مقادير كالاتي: انا جايب شويه فراوله، كوبايه من الحليب ونص كوبايه سكر وكوبايه كريمه، ودي مهمه جدا، مع كيس من الكريم شانتيه. يلا بينا، حلو الكلام، هيا بينا ناخد ده ونيجي هنا. كل اللي انا محتاجه ان انا باخد قطع الفراوله سواء فريش او مجمده، حلوه بصيري، حلوه، حط قطع الفراوله هنا. انا عندي في الفريزر بتاع كيسين ثلاثة في فراوله مجمده. هتعملي الحركه الحلوه دي، تحطي كوبايه لبن، ايوه حلو، وعلبه صغيره من الكريمه الفريش دي متوفره زي العصير موجوده دلوقتي. سهله جدا، تجيبي علبه صغيره تحطيها اهي مع نص كوبايه سكر او حسب السكر اللي انت بتحبيه، تحب سكر زياده في الايس كريم ولا لا، وسط، ورشه فانيليا، كيس فانيليا بودره، واهم حاجه الكريم شانتيه، معلقتين من الكريم شانتيه. شانتيه باودر، باودر مش مضروب، باودر. في ناس يقول لي ممكن نعمل الوصفه دي من غير كريمه، اعملوا الوصفه من غير كريمه، حطوها بالحليب والكريم شانتيه هيقوم بالدور المعقول، المعقول كويس، طعم الغني الدهني ده بالظبط، بس بالكريمه هتبقى اغنى واغنى. نعمل كده ونقفل ونجرب. شوف نضرب الخليط مين شلبي ها. بص هنا جوه، هو ده يا سلام. ممكن بقى في حب الحركه دي نقوم مزودين الوان الطعام الطبيعيه الاحمر، لو عاوزين نتحكم لعب بقى، يعني لعب الجود. ماشي بالجود. ماشي انا موافق. بصي انت اول ما تحسي ان هي كريمي كده، وحتى لو ما اتضربتش كويس وحسيتي ان فيها قطعه من القطع بتاعت الفراوله سيبيها، ده جمال. وده هتاخدي الخليط الحلو ده، وعندنا هنا شويه حركات جامده جدا اهي. اول واحده ناخد دي كده ونبدا نصب اهي. انا عندي سؤال بس، احنا هندوق من الاكل ده ولا لا؟ هندوقي حالا حالا حالا. دي تقعد في الثلاجه قد ايه بقى يا هبه علشان تبقى ايس كريم حلو؟ الثلاجه ولا الفريزر؟ والنبي في الفريزر طبعا. مش هكسفك، 3 ساعات، من ساعتين لثلاث ساعات مينيمم. بص بقى الحلاوه، خدي دي واحده اهي، دي بالفراوله ودي بالتوت، وبما ان التوت موجود دلوقتي كده ايه، اقلب بس. أيوة كده. طب أيوة، ايوه كده، ايوه, أيوة كده. يا سلام يا هبه، ايوه تعالى كده شويه. المقادير ايه؟ ايوه اوعى اوعى، ايوه اظبط، ايوه اهو ناخد أيوة. دول نحطهم هناك جنب حياتنا. جنب اخواتهم. عامل ايه يا شيف محمود؟ زي ما انت هتلبسها لي في وشي في الاخر. انا عارفه اهو اهو. يلا بينا، استني بقى اجيب لك معلقه. خلصنا الحالق الحادق والحلو، خلصنا الحادق والحلو. طيب جمهورنا بقى ومشاهدينا الكرام على فكره بيبعتوا لنا على الصفحه، انا اسفه مشكله في الموبايل عندي مش عاوز يجمع، بس بيقولوا لي ان الصفحه عليها ادوق بيها ايه دي. لحظه انا عايزه الكاميرا. تعالي انا بس تعالي. سؤال يعني ادوق بيها ايه دي؟ تعالي اهو انت هتدوق الحلو الاول. انت عايزه تدوقي دي؟ طبيعي ادوق الحادق وبعدين ادوق الحلو. الفراوله انا هاكل انا مش هاكل حادق، انا هاكل فراوله. انا لو ما دقتش مش هخش المطبخ تاني، انا بقول لك اهو. وقد اعذر من انظر. بص يا بنا جايب لك ايه؟ بص جايب لك ايه؟ لا مش ممكن. جايب لك طقم شوكه. حضرتك انا هاكل بواحده بس، ادي شوكه اهو، مش هحتاج السكينه المره دي، وادي معلقه للايس كريم. ونقول بقى ايه؟ نقول بجد، هنقول يعني مش هيبقى فيه مجامله، كنا ساعات ممكن نجامل ده كان زمان. انما دلوقتي هنعمل ايه؟ هندوق المكرونه. ايوه اللي هي الطريقه جوه كده بحته الفراخ الحلوه اللي انا عاملاها بايدي. ايوه بسم الله. عاش من شافك، تصدق وحشتنا. ادوق ماني واحده. اي فراوله، خش على الفراوله. جمدت ومسكت نفسها، خش على الفراوله. يبقى ندوق أيوه. التوت على طول معروف. عيد الربيع
الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا هبه. نورت مطبخك يا شيف محمد. تسلمي يا هبه. كده احنا وصلنا مع حضراتكم النهارده لنهايه حلقتنا من الستات ما عرفوش يكذبوا، بختام مبدع من الشيف محمود سعد، طاجن المكرونه الجديد اللي هو ايه يعني اختراعه، نقدر نسميه هو اختراعه، والديزرت كان ايس كريم انتي اوكسيدنت لذيذ منعش. حلو. حقيقي بشكرك. انا بشكرك. بكره نشوفك ان شاء الله، بكره عاملين شغل حلو قوي واكلات كمان جديده، استنونا بكره ان شاء الله. بكره هنشوف شيف محمود سعد ان شاء الله، وكل يوم معنا شيف محمود سعد واكلات جديده ومطبخ الستات ما عرفوش يكذبوا، وبرنامجنا اللي كله فقرات نتمنى تنال اعجابكم. والنهارده كانت حلقه متميزه جدا بصحبه الجميله منى عبد الغني، وانا كنت مع حضراتكم هبه الاباصيري، والسلام عليكم.